صراع النفوذ بين فرنسا وتركيا في ليبيا يدخل طورا جديدا ليدخل مرحلة النزاع العلني، إذ تجهر فرنسا بالخلاف مع الحليف المفترض في الناتو، وتصعد ضد أنقرة متهمة إياها بانتهاج سياسة عدوانية في ليبيا عبر نشر سفن قبالة ليبيا وانتهاك حظر التسليح واستغلال الحلف بطريقة غير مقبولة، وهو ما تؤكد باريس أنها لن تسمح بحدوثه، أمر قد يأخذ التوتر التركي الفرنسي في ليبيا إلى مستوى جديد من التصعيد. الأمور أصبحت تصعيدية أكثر من الحد المسموح له أو الحد اللازم، والفرنسيين الآن بدأوا بالتحرك دبلوماسيا لمنع هذه التجاوزات من وجهة النظر الفرنسية من قبل تركيا، نشر هذه السفن قبالة السواحل الليبية، منع تفتيش السفن وانتهاك حظر الأسلحة. على أن الخلاف الفرنسي والحديث عن خرق حظر تزويد ليبيا بالسلاح أمر قديم جديد، حيث اتهمت فرنسا وتركيا بخرق الحظر ضمنا عبر إمداد حلفائهما بالسلاح رغم الحظر، لكن التصعيد الفرنسي ضد تركيا بشأن ليبيا يثير أسئلة بشأن توقيته، فيما يسعى اللاعبان الإقليميان الكبيران تركيا وروسيا للتوصل لاتفاق للتهدئة. وبما أن باريس جزء من الحرب الدائرة في ليبيا عبر سلاحها ومستشاريها العسكريين كما تسميهم، سيكون من الطبيعي أن تسعى لأن تكون جزءا من الحل هي الأخرى. الأوروبيين يشعرون بأنهم يجب أن يكونوا موجودين في أي تسوية في أي عملية، لا يمكن أن يكون الموضوع في ليبيا محصور الآن في ظل التطورات الأخيرة بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة والدول الإقليمية. الجميع الآن يريد أن يكون فاعل في الملف الليبي، الجميع الآن يستنفر للدفاع عن مصالحه سواء كان في داخل ليبيا أو الشرق المتوسط. حرب ليبيا واختيار تركيا دعم فائز السراج فيها ليس المأخذ الفرنسي الوحيد على أنقرة، فباريس لا يعجبها التمدد التركي الإقليمي في المتوسط، حيث تطمح أنقرة على غرار دول أخرى للتنقيب عن النفط هناك، ولولا صعود تركيا الإقليمي لما كانت تجرأت على منع دوريات لمهمة إيريني من تفتيش إحدى سفنها قبالة ليبيا، وهي الحادثة التي أغضبت دول المهمة الأوروبية ودفعتها لطلب المساعدة من الحلف الأطلسي. إشارات توتر متراكمة تشي بأن الخلاف بين البلدين قد يحتد فعلا، لكن دون أن يكون لدى الفرنسيين الكثير لفعله إزاء تركيا صاحبة ثاني أقوى وأكبر جيش في حلف الناتو وإحدى أكبر ثلاث دول مساهمة في القوة البحرية للحلف في المتوسط.